ابيض، عندنا سكنجبير، وعندنا شويه ديال واحد العود ديال القرفه بالنسبه للتوابل ديالو. بالنسبه للتوابل الاخرى راه غنديروهم للمطيشه باش نصوبوا للمطيشه الطبق المرافق تماما، اللي هي البتكتوكه. بالنسبه للراس ديال الثومه غنديروه دابا وغنديروه بالضبط البصله ديال الكرولو هذه بطبيعه الحال تنحاولوا نديروها جانبا لانه تذوب بسرعه. وعندنا البصله اللي هي غنديروها دوائر تعطيه مخضر بجوج بصالي. وبطبيعه الحال عندنا التخضيره الثالثه هي ديال المطيشه اللي غنصوبوها بكبوكه او تكتوكه او اللي تيديروا لها الناس ديال الشرق تيقول لها مدقوقه، راها كلها تتصوب بواحد الطريقه وحده. اذا كنغطيو الجيكو ديالنا بهاد الدوائر ديال البصله تماما. ودابا عاد غنعاودوا نزيدوا زيت الزيتون هكذا باش مزيان يطيب زيت الزيتون، وقليل ديال الماء اللي كيطيب فيه، وتنشعلوا ليه النار بهدوء، ما تنكثروش عليه النار كثيره، وتنديروا زعفران شعره اخر من الفوق، زعفران شعره باش تعطيه تنسمه هكذا. وتنغطيوه وتنحاولوا، اللي مهم ملي تنقولوا مقفول خصنا نديروا القفال. نعم قفال. كاين الناس اللي تيديروا واحد توب تيربون ديال التوب وتيدوروه بالعجينه، كاين اللي تيدير غير الباط مورت، تنديروا الماء والدقيق وتنسدوه، تنحاولوا ناخذوا كاع هكذا بهذا الجوانب ديال الطاجين وكنسدوهم باش ما يخرجش نهائيا البخار، يبقى لداخل لانه غيطيب في هذاك البخار اللحم ديالو. اذا سي وري شنو تبقى لنا في المراحل؟ دابا غير نصوبوه ولا بطبيعه الحال نطيبوه بالهدوء ونتقلوا نخليوه يطيب ونتقلوا باش نصوبوا التكوكه او الكوكه ديال المطيشه. بطبيعه الحال عندنا مطيشه اللي قشرناها، حيدنا لها الجلده وحيدنا لها الكبه وقطعناها على هذا الشكل. عندنا القليل من الثوم، عندنا ضامه ديال البنه، وبطبيعه الحال شويه ديال الملحه والابزار عادي، وشويه ديال البابريكا او التحميره هما تيشوفوا من السيدات. بحال غديروا التكتوكه بالنسبه للزيتون فحنا كنزينوا به في الاخير. طبيعه الحال شويه ديال زيت الزيتون وتنديروا. نعم اذا كنطيبوا الطماطم في الثومه الملحه الابزار الابيض والفلفل الاحمر مع ضماد البنه، وكنزينوها بالزيتون والقليل من السكر سنيده باش كنحيدوا ديك السعوقه ديال ديك الحموضه ديال المطيشه. طبيعه الحال. إذا مشاهدينا الكرام هذا ما غادي تتابعوه معنا من خلال صور، فلكم حالا المقادير والصور، ونرجعوا مع الوصفة الموالية، بقوا معنا. لتحضير طاجين مقفول غادي نحتاجوا الفخذ الغنمي، جوج بصلات على شكل دوائر، كيلو من البصيلات الصغيرة، رأس من الثوم، ملح، إبزار أبيض، سكنجبير، عود من القرفة، إبزار أسود، زعفران حر، سمن، زيت زيتون، جوج كيلو من الطماطم منزوعة الزريعة وقطع على شكل مربعات، ثوم مطحون، ملح، فلفل أحمر، ضامة البنة، زيتون أخضر للتزيين في الأخير. عندنا واحد الحلوة بالجبن السائل بطبيعة الحال والحمض.